انا عايز اتكلم كلمه صغيره جدا في حق منتخب مصر. احنا الفتره اللي فاتت كنا مقصرين مع المدرب المصري في حته منتخب مصر دي، اكتر من مدرب ما خدش الدعم الكامل سواء من اتحاد الكوره او من الاعلام او من اي حد، وده ظلم للمدرب المصري للامانه. يعني مدربين اجانب كتير نجحوا مع منتخب مصر، حتى كارلوس كروش بالمناسبه هو موصلك لنهائي افريقيا وموصلك لاخر ماتش في تصفيات كاس عالم وانت خارج ضربات جزاء هنا وهنا يعني. لكن احنا قدام مرحله صعبه محتاجه دعم للمدرب المصري، اللي هو اكتر نجاحات منتخب مصر مع المدرب المصري بالمناسبه. احنا دايما شخصيه المدرب المصري ليها الافضليه من وجهه نظر الشخصيه، يعني المدرب المصري ليه الافضليه بدليل كابتن محمود الجوهري، كابتن حسن شحاته، المدربين اللي عملوا اسم كبير. في مدربين استثنائيين يعني هيكتور كوبر راح كاس عالم وده مدرب استثنائي، كارلوس كروش نفس الكلام عمل جيل جديد، انما انا وجهه نظري اللاعب المصري تاقلمه اسرع وافضل مع المدرب المصري. ويمكن كابتن حسن شحاته حط لنا طريقه النو هاو مع الجيل اللي هو الاجيال الجديده من منتخب مصر. انت كابتن حسن شحاته بنجوميته دي كلها، لكن كان في نجوم في منتخب مصر، كان في ناس كباتن منتخب مصر، كان في ناس هي اللي بتاخد وضعها داخل منتخب مصر، وده شيء منطقي. تعالوا بقى نروح بقى لواحد من اصحاب الانجازات مع منتخب مصر، واحد مدير فني سابق لمنتخب مصر، مدير فني سابق مع المنتخب الاولمبي، محقق نجاحات مع المنتخب الاولمبي ومع منتخب الشباب، واحد من ضمن الناس اللي كان بيعتمد عليهم كابتن حسن شحاته جدا، برونزيه كاس عالم مع منتخب اولمبي، ولما اشتغل لوحده جاب انجاز عالمي لمصر، وجاب اول بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه اللي تاهلنا للاولمبياد. كابتن شوقي غريب، اهلا بيك في 7 دي سبورت يا كابتن. اهلا بيك يا عبد الرحمن، يعني وسعيد بوجودك وسعيد كده يعني انك تكون في مكان كبير وفي قلعه كبيره وفي قناه كبيره، ومع طبعا وربنا يكرمك كده فيها باذن الله حبيبي. انا طبعا سعيد بوجود حضرتك معايا، لكن انا هخش في الموضوع على طول. بخبره حضرتك الكبيره مع منتخبات مصر، عايز اعرف رأيك في مواجهة بوركينا فاسو النهاردة وتصفيات كاس العالم. أنا شايفها 9 فرق هتتأهل من أفريقيا دي، ما ينفعش مصر ما تكونش فيهم يا كابتن. هو كرة القدم بيبقى فيها كل شيء، لكن طبعا. أنت احنا لما بنيجي نتكلم زي ما أنت قلت 9 فرق و9 فرق ونص كمان، إن يبقوا هم المؤهلين أو المرشحين إنه يخشوا للبطولة. احنا كنا ساعات لما كنا بنخرج زمان أو خرجنا من البطولات كنا بنتكلم في فرقتين او فرقه او ثلاثه من افريقيا. افريقيا كلها النهارده بعد ما العدد زاد بالارقام دي اصبحت النهارده المجموعات حتى ما بتحسش ان المجموعات زي زمان. يعني كنت بتحس مثلا انك يعني انا لما كنت مسكت المنتخب الاول انا لعبت بطوله افريقيا كانت مجموعه مصر في تصفيات افريقيا كنا احنا وتونس والسنغال ومعانا فرقه كمان يعني بتسوانا. يعني لما تيجي تفكر تونس والسنغال كانوا واصلين كاس العالم ساعتها واحنا وبيختاروا فرقه ولا فرقتين. يعني اللي اقصدهم ان فعلا دلوقتي زي ما انت بتقول، بس هي الكوره برضو اتطورت في افريقيا. يعني انت الكوره اتطورت كتير في افريقيا وبقيت بتشوف حتى في البطولات الافريقيه والحاجات والمناسبات الافريقيه كلها فرق كتير ما بتبقاش محطوطه على التراك بتاع الرينكن بتاع الوصول لحاجه، بتوصل لادوار نهائيه، بتوصل لادوار الثمانيه، بتوصل لبطولات. فده اللي بيبقى قلق الناس شويه من انك تلعب، وخاصه ان احنا عندنا يعني في مجموعتنا احنا في فرقتين اللي بيعتبروا يعني بيأدوا اداء طيب في القاره الافريقيه، اللي هي فريق بوركينا فاسو وفريق غينيا. يعني فانا اتمنى باذن الله ماتش النهارده نوصل للبونت 9، وده طبعا هيبقى شيء طيب باذن الله. طيب كابتن، حضرتك من الناس المميزه جدا في التعامل مع اللاعب المصري، ويمكن في جيل كده، جيل كابتن حسام غالي وكابتن وائل رياض واليماني، جيل 2001 بتاع برونزيه كاس العالم، كلهم شخصيات قويه جدا. ثم جيل 2006 اللي انت اتعاملت معاه اللي صعدت منهم جزء كبير مع حضرتك في المنتخب ده، وكابتن حسن شحاته كمان صعد جزء من منتخب احمد فتحي وشريف اكرامي، المنتخب برضو اللي كان مليان ده يعني عمرو زكي والناس دي كلها. انتوا كنتوا تجيدوا التعامل مع اللاعب المصري بشكل مختلف، وتهيئته خصوصا ان انتوا كان معاكم كم نجوم كبير جدا، منتخب كان كله نجوم، يعني معاكم محمد زيدان محترف من بره، معاك ابو تريكه، معاك بركات، معاك احمد حسن، وكمان انت ضربت صلاح يا كابتن انا فاكر في منتخب برضو. التعامل مع اللاعب المصري النو هاو بتاعه ازاي يا كابتن؟ ادينا النو هاو كده في التعامل مع اللاعب المصري في المنتخبات. بص
يعني خلينا نقول حاجه، اللعيب المصري او البطولات المصريه كلها نسبه تتعدى 90% بتبقى تحت ايد مدربين مصريين. قلت كده قبل ما حضرتك تخش الله. في كل البطولات سواء على مستوى الفريق الاول او الاولمبي او الشباب او الناشئين. لما تيجي تحسب البطولات دي كلها الحمد لله، يعني يمكن انا واحد من الناس مثلا اشتغلت مع الدكتور محمد علي مساعد وخدنا بطوله افريقيا للناشئين، ودي كانت سابقه سنه 97 سابقه في اول حاجه، ثم برونزيه في العالم. لما تيجي تشوف بعد كده في الاولمبي خدنا تحت 23، لما تيجي بطوله في الاول ثلاث بطولات متتاليين الكابتن حسن، وكنا كجهاز كله مصري، يعني كل بطولات بترجع للمدربين المصريين. هو بيبقى في كيمياء موجوده وتعامل ما بين المدربين المصريين واللعيبه المصريين. بس مش معنى كده ان احنا بنقول ان الخبرات، لما تيجي خبرات كبيره وخبرات مدربين اجانب بيبقى شيء مهم. ما احنا برضه لما نيجي ناخد لعيبه من المنتخبات بنعتمد على الانديه المصريه. لما تيجي تشوف الانديه المصريه تلاقي النادي الاهلي في اوقات، يعني في الفتره اللي احنا خدنا فيها الثلاث بطولات كان مستر جوزيه كان هو اللي ماسك النادي الاهلي. لما تيجي تشوف دلوقتي قوام المنتخب في الوقت الحالي هتلاقي كولر وهتلاقي يعني حتى لو شفت النهارده يعني والتشكيل ممكن يلعب والكلام ده، هتلاقي النسبه اللي ممثله في النادي الاهلي تتعدى 70% من تشكيل المنتخب او 60% من تشكيل المنتخب. يعني اللي انا عايز اقول ان الخبرات دي لما بتيجي بتثقل اللعيبه احنا بنستفاد. ما بقولش ان ما فيهاش فايده، لا، بيبقى فيها فوايد لما بيبقى في خبرات اجنبيه موجوده، لكن ما تقدرش نتيجه على المدرب المصري، لان كل انجازات الكره المصريه كانت في المدرب المصري. يعني انا مثلا مسكت فريق اللي هو تحت 23 سنه اللي هو لعب، خدنا بطوله افريقيا ولعبنا في الاولمبياد، كان فيهم مصطفى محمد ورمضان صبحي يا كابتن، والناس كلها لعبت منتخب اول بعد كده. يعني انت في الوقت الحالي مع الكابتن حسام في حوالي 9 لعيبه، يعني 9 لعيبه من اللي كانوا موجودين دلوقتي مع الكابتن حسام، وفي مجموعه ثانيه كانت لسه ما انضمتش ومرشحه انها تيجي وتنضم وتبقى موجوده وكده. زيدان لما انت اتكلمت، انا سمعت حضرتك بتتكلم على زيدان مع في جيل مرزو بتاع 2006 و2010، زيدان لما كان معانا في المنتخب كان جاي من بورفؤاد، ما كانش لسه راح حتى بره ولا كان سافر. يعني اللي انا اقصده ان المدربين المصريين بتخلق كوادر وبتخلق لعيبه، وبيبقى في سهوله في التعامل وسهوله في كل حاجه، بالرغم ان في بعض الاوقات ما بيتحققلكش كل حاجه انت عايزها. لكن المدربين الاجانب هنقول على مستوى المدربين في الفتره الاخيره الكتيره اللي احنا بدانا بيها سنين طويله، هنقول النجاح كان مع كوبر في وقت من الاوقات، وصلنا لكاس العالم بالجهاز اللي كان موجود معاه، وجهاز معظم برضه كان فيه مصريين فيهم الكابتن احمد شخصيا كان موجود. يعني خليني اقول ايه، اقول ان ده واحد من الناس. في برضه جيل في كروش لما كان عنده قدر يوصل لنهائي كاس العالم ويلعب مع السنغال ضربات جزاء، والسنغال فرقه قويه جدا جدا، وقدر يوصل نهائي افريقيا ويلعب برضه ويطلع بضربات الجزاء ويخلق برضه جيل صغير. يعني اصل عمليه الضخ باللعيبه دي بتبقى فيها شيء صعبه شويه. يمكن برضه كان في اجيري لما جه كان السياسه بتاعته ماشيه انه يعمل نفس العمل اللي كان معاه الكابتن هاني رمزي. يمكن انا قعدت معاه، كنت ماسك ساعتها المنتخب الاولمبي، وقعدنا وخد عناصر، ولو تفتكر ماتش مصر وتونس اللي كان في استاد برج العرب اللي احنا كسبنا فيه، هتلاقي الجون الثالث كان مشاركه من محمد محمود وطاهر وصلاح محسن، يعني لعيبه كان ساعتها في المنتخب الاولمبي كان بدا يدفع بيهم. ولما البطوله اتنقلت وجت مصر تغيرت الفكر والتكتيك بتاعه، ان نرجع لعناصر ثانيه خالص اللي تقدر عندها الخبرات وعندها الحاجات، وده كان حصلت لنا مشكله فين في بطوله افريقيا برضه بنعاني منها. اللي عايز اقوله ان الكيمياء بتبقى واضحه مع المدربين المصريين بكتير جدا جدا جدا، انها تبقى موجوده وتقدر تدي فيها كل حاجه. والمدربين الاجانب بيبقى فايدتهم انه بيقدر يدي لك العنصر الصغير في السن. يعني انت لما بتيجي مثلا تخش على النادي الاهلي تلاقي ايه؟ لعيبه بدات تلعب، يعني كده يمكن الواحد اتعلم كتير من دراساته وحاجته والكلام ده وكده،
يمكن المنتخب الاول دلوقتي في ابراهيم عادل، لما تشوف ابراهيم عادل ده لعب معانا الاولمبياد اللي فاتت، فدي برده شيء طيب. النهارده هتلاقي عناصر كتيره مع المنتخب، المنتخب الحمد لله في حاله ان احنا داخلين وعندنا 6 نقط في مباراتين، انا بعتبر ده شيء جيد جدا وشيء ممتاز. الحصول على ال3 نقط النهارده دول ممكن يدونا افضليه، نبقى عندنا 9 نقط، تبقى الامور بدات اكثر، خاصه ان احنا عندنا في المجموعه فرق الحصول على النقط منها بيبقى سهل. سيراليون مثلا كان عندها نقطه، كسبت الماتش بقت عندها 4 نقط، بقت الفرق مش كتير، نفس القصص هتلاقيها موجوده. طيب كابتن، ما ينفعش تبقى معايا، احنا خلاص خدنا كفايتنا من المنتخب الاول وما نتكلمش عن المنتخب الاولمبي اللي انت اخر حد رايح اولمبياد كنت حضرتك، واستعديت بماتشات كبيره زي البرازيل وماتشات كبيره قوي. يعني احنا كنا بنتكلم الحلقتين اللي فاتوا، روجير ميكالي المجموعه اللي معاك مميزه جدا وفيها منتخب، المجموعه اللي انت رايح تلعبها بقى رايح تلعب اسبانيا من اوروبا واوزبكستان من اسيا والدومينيكان من امريكا، ورايحين نعمل ماتش مع كوت ديفوار. طب الاستعداد الامثل لمنتخب اولمبي رايح يلاعب 3 مدارس مختلفه وفي نفس الوقت محتاج تجهيز ماتشات كبيره، ماتشات مع المدارس اللي احنا رايحين نلعبها، هل لو حضرتك متواجد في منتخب الاولمبي وانت حضرتك كنت متواجد وخدت البطوله الافريقيه وتاهلت للاولمبيات وجهزت بماتشات كبيره جدا، التجهيزات بمنتخب افريقيا دي تناسب الموقف الحالي للاولمبيات؟ بص والله يا عبد الرحمن، انا عايز اتكلم. احنا وصلنا دلوقتي بصوره طبيعيه ان انت عندك الاجنده بتاعت شهر 6 تمام، والاجنده بتاعت شهر 6 مش هيبقى فيها الا بعد شهر 7 هتبقى في ماتشات قبل البطوله، تقدر تلعب ماتشات في انك تعمل معسكر في فرنسا، لان انا برضو في نفس التوقيت كان اتعرض علينا قبل كده ان احنا نعمل معسكر في اليابان ونلعب ماتشات، بس احنا كنا لعبنا ماتشات يعني زي ما لعبت مثلا مع امريكا ولعبت مع البرازيل ولعبت مع كوريا ولعبت مع هولندا، كنت لعبت كسبت البرازيل كمان يا كابتن احنا فاكرين، وكسبنا البرازيل، ولو تفتكر الماتش ده كريم فؤاد كان بيلعب باك ليفت طبعا، يعني في الماتش ده كان كريم فؤاد هو اللي بيلعب باك ليفت الماتش، هو اللي عامل الجون الاولاني وشارك في الجون الثاني، يعني كان بيلعب باك ليفت في الوقت ده، يعني كان اول مره الناس تشوفه يعني انه في المنتخب بيلعب في المركز ده. وكان بقى قبل كده كان في انبي كان بيلعب برضه في المركز، يعني مش جديد عليه المركز، اللي هو لعبه مع النادي الاهلي في النهائي هو برضه متدرب ولعيب كويس والكلام ده وكده. اللي عايز اقوله ان انت خلاص زي ما انت قلت احنا وصلنا خلاص لاخر نهائي. كان في كلام انا كنت بسمعه زي حضرتك كده وزي كل الناس اللي موجودين، كان في عرض البرازيل تلعب مع الارجنتين، كان في عرض تلعب مع فرقه ثانيه، لكن خليني اقول على حاجه، خليني اقول ايه، ان احنا كان عندنا حاجه مشكله اللي هي موجوده ايه، ان احنا عندنا مشكله اللي هي ان انت دلوقتي بقيت قدام الامر الواقع، هتلاعب كنت فار فرقه كويسه، يمكن زي ما انت قلت مش بتناسب المدارس اللي احنا بنلعبها خالص، لكن هي فرقه كويسه وفرقه كبيره ولعبت ماتشات مع فرنسا ماتشات ولعبت قبل كده ماتشات ثانيه في مع العراق تقريبا، برضه كان المفروض ان احنا قالوا ان هنلعب مع العراق وما حصلش، لكن المفروض ان احنا نلعب بعد القايمه النهائيه، والمباراتين دول المفروض ان هم يكونوا في فرنسا اتمنى من مجموعات ثانيه مشاركه، وخاصة هتبقى الفرق كلها موجودة فين في الوقت ده؟ في باريس، يعني تقدر انك تقدر تلعب تعامل مباريات، وده شيء مهم، يعني شيء مهم ان احنا نستغل الفترة اللي بعد اعلان القائمة بما فيهم سواء اللعيبة اللي موجودين او هم يعني اللي انضموا او اذا كان في رؤية المدرب. طبعا صاحب القرار الاول ولكن لسه مكانه عنده فترة كويسة وواخد قبل كده ميدالية مع البرازيل في بطولة في اولمبياد 2016، فهو الراجل مدرب اسمه كويس واسمه كبير وحصل على مدينه ذهبيه، فاحناش برضه في المنتخب اللي هو عندنا شخصيه تقدر تدير بشكل ايجابي. طيب والله كابتن يعني مداخله دسمه جدا وكلام مهم جدا وكلام محترم قوي ومتزن جدا جدا، الاهم دلوقتي توقعات حضرتك بقى للنتيجه، نتيجه مباراه النهارده هي صعبه طبعا، لكن ماتش بوركينا فاسو احنا خلاص الساعه 10 الماتش، وانا عارف انك ما بتحبش تتوقع نتائج، بس يعني حاول تدينا توقع كده ولو مبدئيا. لا بص يعني هو توقع بنتيجه وجوان والكلام ده وكده انت عارف انا بشتغل مدرب، انت النتيجه بتقلب في ثانيه، يعني انت بيبقى بقى على الماتش دقيقه تلاقي الماتش اتغير، يعني بتاعت انت يعني نادي
القرن او النادي الاهلي بحجمه كله ماتشات كتير بتخلص في الدقيقه بعد 90 يعني كلها ما تحسب. فعشان كده باذن الله هنكسب يعني باذن الله هنكسب عشان احنا الافضل واحنا اللي عندنا الافضل واحنا اللي عندنا نجوم افضل فدي حاجه ايجابيه بس. فاتمنى باذن الله ان ربنا ايه يعني يوفقنا باذن الله نوصل النهارده لنقطه 9 ومباراه القادر باذن الله للفريق ومباراه الكره المصريه. يعني بشكرك جدا يا كابتن شوقي وما تحرمش من حضرتك يعني مداخله كانت مهمه جدا وجود حضرتك اضاف كتير لينا وفي نفس الوقت يعني قلت لنا تفاصيل مهمه قوي عن سواء عن منتخب مصر الاول او عن المنتخب الاولمبي. شكرا لوجود كابتن شوقي غريب معانا نجم منتخب مصر واحد المدربين العظام اللي